فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول نحن في دولة كافرة ولا ندري عن هذه الذبائح التي يذبحها أهل الكتاب في بلدنا، يقول ما الحل في ذلك وهل نسأل عنها؟ إذا علمت أنهم يذبحونها على غير الطريقة الشرعية فهي حرام، كالمسلم، المسلم لو ذبح على غير الطريقة الشرعية فهي حرام. إذا علمت أنهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية فهي حرام من الكتاب وغيره حتى من المسلم. أما إذا لم تعلم فهذه محل اشتباه، وكونك تترك المشتبهات تتجنب المشتبهات أحوط لدينك. نعم.